اللي التحقوا بنا الكل وبدأ النقاش، انطلق النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على صفحة اليوتيوب. فمني ولاو مهدي المحب رقم واحد لساعة سعيدة أخوي عامل عظيم جدا. أي قالك طريقة التخلص من الديبريسيون، تاخو شوية راس حانوت تخلطوا مع برشا قرفة وتزيدوا ثلاثة كعبات طماطم لا إله إلا الله. هذه قلت لكم مراني وعيد، قلت لكم بلوكيوه بلوكيوه، هو اللي يعمل ديبريسيون. هو ديما يفدلك برك العالم. بيان سور أستاذة صباح النور. صباح الخير جعفر، مرحبا بك، يعيشك زرتنا البركة، يعيشك صباح الأمور، العائلة لاباس الحمد لله، سلاع سايتين عليش سلاع، ما كانت تم سلاع بتاع الأطفال ولا هي معناتها طفلة معناها أنت ما عندكش أبناء؟ لا هي صغيرة، هي على غشاش صغيرة، اه ماكش متزوج، هي تزوج. سؤال انا بديت بالابناء، تخيل هي باش تخيل الطفلة قالها شبيك مقولة، تقول برافو جعفر لما تقول هاي الوليدات لاباس، باش تقول لك هي انا وليدات انا مازلت مش عارف وقت تفهم انت لا ينطلق اللعب صحيت باش تدخل في الديبرسيون صحيح. هل فما شكون اليوم موضوعنا موضوع الساعة الحقيقة. أنا أعتقد أنه ثماش مواطن في تونس مش عايش ديبريسيون في العالم الكل. إيه إيطاليا على ريتو لا فهمني العكس، حكينا العكس الطنبك متاع ديبريسيون والله هو وضع سيء. الديبريسيون مناش تجي، كيفية معالجة الديبريسيون والخروج منها كيفاش نعرف روحي في ديبريسيون، كيفاش نعرف روحي في ديبريسيون كيف اعلم؟ اعطيني خلينا نفهم روحنا نحن الساعه بالك احنا طورنا في طنبك. كما قلنا انه الاكتئاب هو parmi les maladies اكثر انتشارا في العالم، هي واللي تخوب الانكسيو القلق المرضي كما العباد اللي عندهم دي كريز دونغواس واللي فوبي اكسيتيرا. مي لا ديبريسيون هو اضطراب في المزاج اللي خلينا ديما نحسوا بالحزن وفقدان الاهتمام باش انا نعملوا الانشطه اليوميه امتاعنا. الاكتئاب عنده تاثير على الافكار المشاعر والكومبورتمون امتاعنا. بيقول القائل اللي نجم انا نقوم الصباح نحس روحي مدبرم، قول لي انا مدبرم الوغ كو سي با سا سي با فري. الاكتئاب سي ان تابلو كلينيك اللي فيه عده اعراض، والاعراض هذوما يدوموا على الاقل 15 يوم. يعني لو فترة أنا نصبح صباح نقوم صباح معيني في حتى شيء راهو ما يعتبرش اكتئاب، ايبيزود ديبريسيف يعني مومونتاني وقت اللي يتعدى الفاكتور اللي هو خليني أنا نحس بمشاعر سلبية باش يتنحى كريمون الايبيزود هذيك. دونك نعود ونرجعوا الأعراض الاكتئاب. أعراض الاكتئاب كما قلنا قبيلة الحزن، الحزن تكون بطريقة الانتنسيتي متاعها عالية والفريكونس متاعها تدوم على مدة أقل 15 على الأقل 15 يوم. لفات اللي أنا نفقد الاهتمام باش أني نعمل لزاكتيفيتي متاعي العادية، ما عاش نحب نمشي نخدم، ما عاش نحب نمشي نقرأ، ما عاش نحب نخرج مع أصحابي. دونك هذي الكل تفقد الشغف، تفقد الشغف. فما مشاكل في النوم كسوا نرقد برشا وإلا ما عادش نرقد جملة. مشاكل في الشهية كسوا نولي ناكل برشا وإلا ما عادش ناكل جملة. إيه سورتو الإحساس بالذنب، يعني أنا نولي نرجع على روحي علاش أنا قاعد نتعدى بالمرحلة هذية بالإتاب هذية. وسور البلان سوسيال نحكيو على إيزولمون، الإنسان يولي يفقد التواصل ولا ينعزل على العالم الخارجي، يفقد التواصل مع أصحابه مع عائلته ويخير أنه يبقى ديما وحده. دونك هذوما الأعراض جنرالمون متاع الاكتئاب اللي يدوموا كما قلنا على الأقل 15 يوم. هذا هو التشخيص واضح. السؤال المطروح نبدأ توا، تمش فيكم واحد عاش ديبريسيون او عاشت برشا؟ تفضل. عاشت برشا، عاشت برشا بار اكسبيريونس. نحس انه الانسان بيسكو اسمه من النسيان ثلاثة اشهر ينجم يخرج، سورتو كي تصير لك حادثه في حياتك. انا صارت لي حادثه في حياتي، كنت نوزن 106 وليت نوزن 75 في شهرين ونص. لطفالي. يعني عملت شوت، عملت شوت كبيره ونحيت المراره كريمون منها الحكايه خاطر شوت تاع البوا عندها مده. كيفاش داويت روحي؟ انه هو الانسان انا بالنسبه لي ديما كنا عن ان روبير، وجينيرالمون لا كرويونس هي الروبير نتاعنا خاطر سي ان روبير يدوم مع الوقت وما يتغيرش. روبير فيكس اللي هو الدين وانك ترجع لربي وتولي تقعد مع روحك، يعني ديما نعاود هالكلمه ففروا من الله الى الله. اللي عاوني انا يعني سبيريتواليتي انه ترجع، وليت نفيق في الصباح بكري، نصلي صلاه الخمسه في وقتها،
نلعب سبور، نرقد بكري جوست بعد العشاء، حتى بدني وليت نحس فيه قوي. يعني فما اون بويسونس ولات عندك في البدن اللي يخليك تقاوم الديبرسيون هذيك. بعد ما تفوت 3 موا 4 موا مش تخرج، انا يقعد لي ريزيدو نتاعها، تنجم تولي تتعايش معها. وليت نتعايش مع الديبرسيون وما عادش عندي اكل ليزولمون، نحب نبعد على العباد ونقعد وحدي وكل شيء. تولي تعاود تخرج للمجتمع وانت بكركاسه جديده اون كلكو سورت. اما من بعد في الاخر في الاخر في الاخر تبره. اما اتونسيون، يقعد في بارتي من مخك السوفنير نتاع الحكايه هذيك ما تتنحاش، موجوده بتتر ترجع لك وقت اللي يصيروا لك حكايات اخرين وكل شيء، اما يقعد جوست ان سوفنير من غير بليسور. هنا نحكيوا على المرونه النفسيه، لا غيزي احنا راهو ما نقزنا، راه عملنا تريبل سو، مشينا للحلول، ما حكيناش ما حكيتناش الديبرسيون شنو هي. شنو عاد دو اكوا؟ من تلاقي انا عرست وانا صغير وطلقت. اوكي. عرست لاج دو 23 ans كنت ولا اقل. اي وطلقت، طلقت بعد 7 اشهر. يعني مش سهل، مش سهل، صغير وتجيك الدنيا كيما هكاك وما تفهم حتى شيء وتحس خذلان وبرشا حاجات وبتتر تحس روحك زاد السنتيمون تاع مش خيانه، ما السنتيمون تاع حاجه تضربك موجه وانت ما في بالك. خذلان دونك نون اكومبليسمون، كيف سنتيمون دو نون اكومبليسمون. ذكر وقت مشيت لاخصائيه راه نهار برك في المرسى موجوده، نقزت حاله الباب قالت لي نحي صباطك، نحيت الصباط ودخلت فرنسويه وعندها برشا موزيكا عامله برشا جماعة. قالت لي تفضل اقعد، حطت موزيكا قالت لي تكلم. بديت نتكلم وفات الموزيكا قالت لي 70 دينار وروح. ذكرها كيما تو. انا فما حاجه نحب، انا جوست فما حاجه نحب نقولها. ليه عملت وكيما قال الدكتور، خاطر فما حاجات وقت اللي مثلا انا اثر في الطقس، مثلا كي نقوم نلقى الطقس كيفاش نصبح ترى كيفاش، ما نقولش وقت اللي انا مدبر ما ولا، وانا من الناس اللي هما يسون ريزيستون، يحاولوا يتقويوا حتى على رواحهم باش ينجموا يقدموا، لكن ساعات تتغلب. وذي فهمت بالعمر اللي لازمك تتقبلوا اول حاجه باش نجم تفهم روحك، ساعه لازمك تتقبل الوضع اللي انت عايش فيه. انا جوست نحب ننبه الحاجه كي تري امبورطونت ظهر لي، انه اللي يعيش تعب نفسي ولا يعيش ضغط نفسي ولا يعيش اكتئاب، راهو فما جمل احنا نقولوهم في تونس ماذا بينا نبعدوا عليهم شويه، اللي هما هاو عندك كل شيء يا اخي، شنو تحب يا اخي، شنو عندك، برا ارقد شويه تو ترتاح، تيزي بلا دليل وبلا واحد، وانو نتفهم المشاعر اللي انسان يحس بها. هذيا حاجه نرى اللي فما استسهال، مثلا واحد كنت تقول له معدتي توجع فيا تو يقول لك لا وكيفاش وين نمشيو نشوفوا الطبيب، وقت اللي تقول له راهو ما عادش نحب نجم نهز روحي، ولا ما عادش عيني بشر الناس، ولا راني نحب نقعد وحدي، ولا العباد من حولك يراو اللي انت ديما حزين وديما ما تكلمش وديما وحدك، والناس ياخذوا هذايا على ليجير، حاجه صعيبه برشا. وراهو من الحاجات ظهر لي اللي تنجم تعاون انك تقسم اللي تعيشه مع ناس تتفهم اكثر. على الاقل تنجم تسمعك، حتى كان ما تنجمش تعاونك وما يفهمك ويقبلك كما انت، ما عينكش بتشوف الناس ما تشوفهمش، ما عينكش باش تحكي ما تحكيش. التقبل نقطه مهمه على الاخر على الاخر على الاخر، وراهو الناس لازمها تكون واعيه للرواحه، وخاصه واعيه للناس اللي يعيشوا معاهم. واضح ربيب. مهم برشا اللي كنت تحكي فيه زينب، خاصة ديما نقولوا تحيط روحك بالناس اللي تنجم تفهمك. أسرتا مامون تبدا تستنى في شكون يقولك شبيك لباس، وانت سؤال حقيقي شبيك لباس، مش سبا لباس لباس، تاع تترشق بالبكاء وانت ماكش حاسس، عرفتك من ناس معينه. فما ناس زاد كيف تفه الحكايه كيما قلت، يا لباس هكا عندك كل شيء ومركب رجله ومسهلها انتم لي جون، نعيش في ديبريسيون ماني، استسهلناها لين وليت ما عادش تعبر على المعنى الحقيقي بالحاجات اللي تحس فيها، وانت مجرد كلمة ولا سؤال هو النجم يعاونك برشا، وممكن من أخي بالحاجات اللي تبدأ أنت واقع فيها في وسط الدبريسيون هذيك وأنت ماكش فايق بها، تفقد الشغف تولي، وهي صعيبة برشا تفقد الشغف، تولي حاجة بسيطة معناها تعمل فيها كل يوم، ما عادش عينك حتى الماكلة، ما عادش عندها مطعم، ما عادش صح فما حد شيء فيك، تفقد البليزيون ولا ماكي، تلقى روحك نتصور هكا محاط بناس تفهمك، تنجم تخرج منها بأخف الأضرار، خاطرها صعيبة برشا. نعم نعم. هل تحب تقسم معنا؟ نعم، ملك الدبرسيونات كيفاش؟ باهي نبداو الصعب بجملة، تحب ما تعملش ديبرسيون؟ أنا أعطيك الحل أنا من الآخر. تحب ما تعملش ديبرسيون؟ عزيزي المواطن، تحب ما تعملش ديبرسيون؟ لا تنتظر شيء من أحد. سيد. مش لا لا لا. في مرحلة من العمر، أنا توريت في العمر هذا
ممكن من الاول ننتظر، لا تنتظر شيء من احد. يعني ما تعليش سقف طموحاتك، ما تعليش، ما تعمل، ما تعملش سقف. شوف شوف خنفسلك حاجه. هو هي شنو هي الديبرسيون حسب رايي انا كيفاش عشت؟ هي اللي قالها الكلمه بتعرف الخذلان. انت كنت تتصور انه الانسان هذاك اللي حبيته واللي وديته واللي اعطيته واللي حسيته ونفس الشيء هو من غادي، خد احنا بشر اش يركب فريسه على فريسه راهو، ونفس وما سواه ما يعلم ربي كان سبحانه. النفس راهي عالم كبير ياسر ما نعرفوهوش نحن، احنا نحكيو نتعاملوا بشر تك 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 تك. ليه راهي النفسيه شيء اخر. دونك عمرك ما تنتظر شيء من الاخر، الحاجه الاولى. ليه الحاجه الثانيه انا تعلمتها، ما عادش باش نفسر حتى شيء لحتى حد. لا لا والله لا عاد نفسر. كيفاش؟ ما عادش نفسر حتى شيء لحتى حد. وما عاد نبرر حتى شيء لحتى حد. كيفاش باش يفهموك سؤال؟ ما يفهموني كما نفهم فيهم انا. انا عمري ما طلبت الواحد انه باش يبرر لي ولا باش يفسر لي. ناخذه كيما هو. طوى يا رسول الله بعد العمر هذا الكل باش نرجع نفسر؟ انت تعرفني ليه؟ انت تعرفني وتعيش معايا وتفهمني. ستوب، ثم مراحل تجاوزناهم. لا عاد نفسر، هاو اعلان، انا ما عاد نفسر حتى شيء لحتى حد، وما عاد نبرر حتى شيء لحتى حد، وباش نعمل اللي في قلبي واللي في مخي واللي يقول لي عليه جعفر هذا انا باش نعمله. على خاطر برشا خسرت برشا وقت نفسر الناس الحقيقه في بالي باش يزيدوني باش يقدموا بيا ما يستحقوش. خسرت طاقة. ثم ناس مشعورين في الدنيا نتاع بربي بربي علاش اسمه بربي علاش. مش نسكل فرد خط. مش نسكل خنفسلك. طبعا زين زين زين. ما تتفهمش بالغالب. زينب زينب خنفسلك. ثم ناس عايشين معانا اهوما اسمهم ماو تاو هاو. مش من البلاد برضو. نسميهم وردوا بالكم منهم ماو تاو هاو. شنين والله يسعدك. عندك جماعة ماو، ماو قلنا له، ماو علمناه، ماو ما سمعناش. جماعة يجيو بعضهم الاخرين هذوما يبنيو الاخرين يليقوا هاهم اللي بعضهم يجيو بتاع تاو، جماعة تاو، تاو تشوف ايش يصير فيه، تاو تشوف غدوة تسمع بيه، تاو هذوما قويين بتاع تاو. فهمتني؟ نقول هاو هاو طاح هاو برك والله يسعد. هاو دوبل هاو خذاها شوف الصار فيه. هذوما حذاري، نداء عاجل لكل التونسيين والتونسيات في الخارج وفي الداخل، هذا البيان ابتعدوا لو ماكسيموم على هذا الشعب اللي اسمه تا هاو تا ماو تا هاو ماو تا هاو اسمه ماو تا هاو لو كان عرضك واحد قال لك ماو ابعد ماو، لو كان قال لك اللي بعده تاو ابعد هاو ابعد. ساعات تلقى واحد عنده ثلاثة ماو تاو هاو وحده وسلعة نظيفة. هو كلامك صحيح راهو جعفر، في جانب، في جانب من الصحة. بربي نختم كلمة محلاه اللي قالته زينب، ثم شعوب أخرى شبيك لاباس؟ اش ناقصك؟ يا ودي احمد ربي على ندادك، هاني نحمد في ربي انا شو مدخل ندادي؟ اللي عندك انت ما عندش غيرك. اي اي نقول لكم شو اللي ما عنديش؟ انا عندي كل شيء، حاجه واحده ما عنديش، انكم ما كنتوش حاسين بيا. ساعات يبدا راجل عنده برشا فلوس، انا والله يغيظوني اللي عنده برشا فلوس، لانه ثم جانب بتاع الاحساس يتفقد. طبعا يولي ديستريبيتور. ديستريبيتور شنو هو ناقصك؟ الكهرباء عندك، الدار عندك، كذا عندك، فهمني ولا لا؟ لا ثم جانب اسمه حس بيا تنجم. علاش ساعات تشوف واحدة ملكة جمال ماخذة إنسان فهمني ولا بسيط جدا لأنه يحسها. ولا حاجة أخرى جعفر ديما نسمعها، ما تبكيش راك راجل، أنت شومك، أنت مش من حقك، أنت راجل قوي، معناتها مش من حقك باش أنك تتعدى بديبرسيون ألوغ كو لا مالادي مونتال راهي نتعداو بها الناس الكل. صحيح راهو في العالم النساء يدبرموا أكثر من الرجال، اما زيدة المرض النفسي كيجي ما يشاورش، يعني كيما نعطيه حق
للجسد نتاعنا كي تقرب انت تمشي جينيراليست والا باش تمشي طبيب القلب اكسيتيرا زيد تعطي الحق الجسد نتاعك النفسيه نتاعك تعطي الحق باش انك تسمع نفسيتك وتسمع الجسد نتاعك خاطر ان سيغتان مومون وقت اللي احنا ما نعبروش على احاسيسنا فما تيغ بنسميوه في البسيكولوجي هي لا بسيكوسوماتيزاسيون يعني الانسان وقت اللي يخبي برشا مشاعر نيجاتيف وما يعبرش عليهم في صندوق هكا اسود الداخل والى ان يتعب كي يتعب صحيت ينفجر كي يتعب فوالا كي يتعب يولي البدن نتاعك يعطي فيك في السينيال معناها راني انا تعب انقذني والمشاعر هذوكم باش يخرجوا سو فورم دو شنو وجيعة في البدن ساعات تحس بكتفك توجع فيك ما عندها حتى سبب راسك يوجع المعده توجع دونك ريالمون لا فيرباليزاسيون لو فيت اني انا نعبر على مشاعري راهو سي تري 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 امبورطون انا نفسر انه النفسيه نتاعنا راهو كيما لمبوله بالحق وعلى قد ما انك باش تنفخها على قد ما بشي جي نهار وتترشق لطف اختي ولد الانفجار هو كيما هو كيما البدن لازم يلعب سبور باش ما يسمنش ويجي الجريس يعني سيدو سويت والامراض اللي تخلد يعني تتخلف على هذا النفس زاده لازمها رياضه عندها رياضه نتاعها النفس والروح وسهل برشا رياضه النفس والروح راه في سبيريتواليتي طبعا يعني صحيت انك تدعي انك تقرا قران انك كل واحد ديانته انك تصلي والاعتقاد صحيت انك تصلي انك ترجع لربي على خاطر كون لو فيونو هو الروح اللي تو ما لقاو لها حل ما يعرفوش شنو هي دونك ترجع للدار باش تعمل لها لونتروتيان نتاعها ترجع للدار ما عندكش اونتروتيان في بلاصه اخرى دونك كي ترجع للدار تخدم لونتروتيان نتاع الروح نتاعك انك تعطيها سبيريتواليتي وتعطيها الايمان نتاعها تتغذى تولي ما عاد يفل فيك حتى شيء خاطر عندك انت تطلعات نتاعك اكبر من اللي موجود لهنا الكل فهمت علاش بالله سامحني باش ندعم كلامك علاش العمر والحج فهمتني انا عندي شكون مشى ونعرف عندي فيه ثقه عاميه وحكى لي قال لي كي مشيت للعمره قال لي كي مشيت للعمره قال لي ماشي الرب سبحانه يخاف من الطياره هو عرفت وين يحكي لي قال لي أول مرة أول مرة في حياتي نعدي سفرة واقف ولترو دير اللي صاروا في الثنية أقوى رحلة صارت فيها ترو دير وما حسيت بشيء يحكي لي شيء ما حسيت خطروا ثنية كاملة لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك ماشي للي بش يسمعوا وما يحكيش بيه المولى ويداويه ماشي للي بش يغفر له كل شيء يا إلهي هي علاش تصير ديبريسيون الخطر علاش ينزويه هو حسب رأيي الشخصي ينزويه يقول نخاف نحكي مثلا طفلة عملت علاقة ولا طفل ولدك عمل علاقة ولا هز حاجة ولا صارت له حكاية شوكونت وكذا ودخل في الديبريسيون يخاف يقول لك ما عندي حتى صديق يخاف يا إما يعاقبني ردة الفعل صحيت يا إما يحكي بيا تتسكر من كل ثنية اللطف الله معافينا تعمل ديبريسيون دونك بالنسبة لنا ندعم كلامك هذا وجاب ربي ثم ربي سبحانه الحمد لله بعض شانه أنا جيت كلمة نختم بها شوف أصدقاء أبار الموت أو هاو اللي حكيت لك عليهم ثم كلمة تنجم تنحي الديبريسيون أنك تجي للي عامل ديبريسيون تقول له عندك الحق عندك الحق تتعب يا وليدي ثم ناس يعيشوا معانا اسمعني باش ندوخ ثم ناس يعيشوا معانا ثم عائلات ثم شكون في العائلات ما عندهمش الحق يقولوا تعبنا صح والله ما عندهمش الحق يقولوا تعبنا لا ينجم يقول الولد وتعبت لا ينجم يقول المرت ولا تنجم تقول الرجل ولا تنجم تقول البو الخو الام ما عندوش الحق ان يقول تعبت ثم ناس يعيشوا معانا ما عنده حرام علينا وقت اللي يقولوا تعبت ما نقبلوهاش وينلين اخر نهار ويتوفى وهو تعب والتعب ياثر فيه ما نقبلوهاش ما نقبلوهاش جوست فما حاجه انت قلتها ياسر مهمه راهو التقبل والتعاطف انه ديما نذكروا عائلاتنا واصحابنا والناس اللي عايشين معاهم اللي راهو ديبنا ابوابنا مفتوحه وراهو ديارنا مفتوحه وراهو قلوبنا مفتوحه ورانا نقبلوهم ونقبلوهم نقبلوهم غير ججمه ونقبلوهم كيف ما هما ونقبلوا نسمعوا من عندهم كل شيء تذكير مهم على الاخر ولازم يتعمل كل يوم ما تستناش لي فما حكايه ديما ذكر حتى ما غير مناسبه اسمع كان فما اي حاجه انا راني معاك انا راني بحذاك انا راه تنجم تحكي لي اي حاجه راهو انا سرك راهو تنجم تقول لي راهو ما
ما نحكمش عليك، ما نوليش نكرهك، ما نوليش متغشش عليك، راهو ذاك يتبني وتذكير مهم. وعلاش نقول في هذا تذكير مهم للصغار سورتو، على خاطر احنا برشا صغار في تونس ما يعلموهمش يحطوا كلمات على المشاعر نتاعهم، هو شنو قاعد يحس، يحس اللي هو حزين، يحس اللي هو خايف، يحس هو وحده، يحس اللي هو شك، يحس اللي هو مصدوم، يحس، ما نعلموهمش يحطوا كلمات على المشاعر نتاعهم. وهذاك اللي قلته انت، يلقاو روحهم مسجونين في الصمت، يسكت ويتقوقع على روحه، يهرب للتليفون طبعا، ويهرب لاي حاجه ما تنجمش تخليه يتفاعل. دونك هيت نفكروا صغارنا ديما اللي احنا موجودين. نحب نزيد ناكد على كلامكم اللي كنتوا تقولوا فيه، معناتها اللي هو فيه الكل وجل من الصحه، راهو علاش احنا ندبروا على خاطر ان نعيشوا برشا دوي الحداد. الحداد واللي هو ما يتمثلش كان في لوفيت اني فوالا، مش ما يتمثلش كان فما شخص توفي لي، يزيد يتمثل وقت اللي انا نبعد على شخص ولا نخسر خدمه. حكايه توفيت، ثم حكايه توفى مثلا. فوالا دونك هذا يخلينا نعيشوا الدوي والا الحداد. انا معناتها جو سوي انسان اللي انا في فتره من حياتي انا باش نعيش برشا دوي هكا ولي، ولي دوي هذوما كي يبداو ماهمش معالجين نعم اوتوماتيكمون باش تصير كومول. دونك كي الكومول هذاك اللي خلينا احنا باغ لا سويت نعملوا ديبرسيون. دونك شنو هو يقول القائل شنو نعمل؟ لازمني اولا جو دوا ايدونتيفي نحدد اسباب الصدمات والا الحداد اللي انا عشتهم وما خرجتش منهم. دو نعلم روحي كيفاش نجم نتعامل مع لي دوي اللي باش يجيوني في الفوتور. سي تري امبورطون. واضح. تعرف جعفر فما ريسك كبير برشا للجماعه اللي في ديبرسيون. فما لو شومان اللي ذلك انت تدخل فيه سي بون. اللي هو نتاع الماورائيات. اني انا في الحاله هذه على خاطرني سحروني ولا عملوا لي ولا كان انسان يدخل في الكولوار هذا ديبرسيون تولي بيتون ارمي يزيد يدخل في هذه راهي تهز للهبله تهز للهبله هذه مثلا هذه من بين الحاجات اللي مخطره برشا على الاخر مخطره برشا انا مثلا معناتها الواقع هذه نتاع انه يمشي في اجى تعمل ندويوك بالعربي ويجا كذا شفتوا وعاملين لك ايوه عاملين لك وسحرين لك وقادين لك كذا. الحقيقه ناخذوا مثال معناتها ميسي شبيه ما سحروش ميسي مليارات يتفرجوا فيه وبرشا راهو قالوا يا اخي اللي بقعوا مثلا محلاه فهمني ولا فما شكون راهي حرود له فهمني لا انا حلال نحكي لك بصفه بربي بربي الزينة من هالمسائل الزينة الواحد يشد في ربي سبحانه طبعا يشد في ربي سبحانه ما ثماش واسطه بين المواطن صح. الانسان وربي سبحانه ربي خلقنا الكل كيف كيف وربي ينظر لنا بربي جست حاجه برك اللي يؤمن وعنده الحق السحر والعين مذكورين في القران اما يؤمن لازم بكل شيء اللي حتى شيء ما ينجم يمسك كان باراده المولى انت امن بكل شيء ما تامنش كان بالشطر ما مؤمن بالسحر والعين ما يضرك حتى شيء كان باراده المولى وهذاك علاش هذاك علاش جافر تري امبورطون ان نوعي وانه اي انسان يحس في روحه يتعدى بان فاز ديبرسيف راهو تمشي لان بروفيسيونيل صحيح امشي للبسيكياتر والا البسيكولوج اذكى حاجه تنجم تعملها فريمون تمشي للبسيكياتر ولا البسيكولوج هو اللي باش يعمل لك التشخيص وش عيبه فوالا وكاين اكزاكتومون وكاين تعدى بديبرسيون ماجور معناها اقصى لي ديبرسيون خاطر فما 3 تيب دو ديبرسيون ليجير موديري و سيفير كي تبدا في سيفير وقت نجمو نحكيو على ان تريتمون ميديكامونتو يعني لهنا الدويات مهمه برشا ومعها الثيرابي فاز فينال غادي كانوا اللي تاكل في الدواء باش يداوي النفس لا علاش حتى مع بعض ماخر شويه ماخر شويه فما حاجات ساعات ناس لازمها تتعاون روحها شويه حتى لين تتعدى ايتاب صعيبه باش ينجموا يتزاوجوا حاجه اخرى طبعا حتى في ديبرسيون سيفير وقت نجموا نحكيو على انسان يخمم في لي زيدي سويسيدير فوالا دونك لازم الدواء مرض نفسي تغلب الشيطان على النفس هذه ديبرسيون بالنسبه لي تغلب الشيطان على النفس كيفاش تتغلب على لا هي شنو هي الديبرسيون بالنسبه لي الديفينيسيون تاعو الروحانيه الشيطان يتغلب على النفس تدخل في ديبرسيون تدخل في الاشياء الخايبه الكل فهمتني ان شاء الله ربي بعد علينا ربي يشفي الجميع وربي يقوي الجميع وكونوا حاضرين للجميع واسالوا سؤال كما قالت رباب مهم اساله ان شاء الله انت لاباس اساله بالحق العين في العين وبالكدا واسمعوا الاجابات شكرا عندي اجابه على ميسي راهو خطراتها في الكومنتير قالت لك مريم معروفي ميسي ما يعرفش العصبان لا اله الا الله احلاها مريم احلاها مريم جيبوها معنا كوميونيكاس في رمضان ان شاء الله هكا تفهم في ميسي في العصبان صح
كومبو خرق العاد. شكرا في بلاصه الشيف. شكرا زينب. شكرا جعفور. عليكم الله يرجعك ويوفقكم عليكم. عوده ميموله. رباب ميرسي. ميرسي جعفور. رفع الى اللقاء. مرحبا مع الفطيبه. رباب الاولاد ميرسي. نتقابل غدوه في نفس التوقيت 9:30 نص النهار في لمين. باي باي. كل شيء.